حادث جيجل صدم كثيرين، فالفرحة بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحول إلى أحزان لدى عائلات من لقوا حتفهم في اصطدام شاحنة نصف مقطورة بسيارة نفعية. وما هكذا تكون الاحتفالات، منشورات انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي رافقتها هاشتاغات داعية إلى الخروج هذا الجمعة لدعم المنتخب الوطني والاحتفال به في حال تتويجه باللقب القاري. ولكن دون سيارات، نعم دون سيارات، احتفال سيرا على الأقدام لتجنب حوادث مأساوية. الحملة التي تبناها كثيرون لاقت انتشارا واسعا، خاصة أنها أتت ساعات فقط بعد حادث المرور الأليم في جيجل. احتفل دون سيارة هو النداء الذي تفاعل معه الجزائريون بشتى الأشكال والطرق. ما راكم على بالكم كامل بلي البارح في جيجل صرا اكسيدون فوالا باردون صرا اكسيدون مورتيل. دونك انا جو بروبوز وماذا بيا تمشيو بون سي بروبوزيسيون. نهار الجمعه راح تح، نهار الجمعه اخر يعني اخر ماتش، بصح معليش فيها خير ولا ربحنا يا رب. نخرجوا ابيي كاع في لي ولايه، كاع نخرجوا ابيي اون ديفيل ابيي، منها لي بارون يقدروا يخرجوا يمشيو، حنا نقولوا بعد العشاء دونك واحد يتمشى، منها لي فامي يقدروا يتلاقاو مع بعضهم فاسيلمون لي سي لا سيركولاسيون. دونك اعوان الامن الحمايه المدنيه كش ما يكون بروبليم يقدروا يجوزوا فاسيلمون، ونيفيتيو لي زاكسيدون سورتو نيفيتيو لاكسيدون اي اوسي بور لي بوليسيون. حادثه جيجل ليست الاولى ولا الاخيره من نوعها. ارهاب الطرقات يحصد ارواح الالاف سنويا رغم حملات التحسيس المتواصله وترسانه القوانين. سرعه او مناورات متهوره تنهي حياه انسان، وكما يقول المثل، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.